إلى شأن آخر الآن، حيث يعد المزج بين القمح الصلب واللين أحد الحلول التي قد تتجه لها الحكومة الجزائرية من أجل تخفيف فاتورة استيراد القمح التي بلغت 970 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2014. أكثر تفاصيل في تقرير أحمد بوطاف. قررت بعض المطاحن العمومية إنتاج نوع جديد من الطحين موجه خصيصا للخبازين، يتكون من مزيج بين القمح اللين والقمح الصلب الجزائري، وذلك للتخفيف من الفاتورة الباهظة لاستيراد هذه المادة الأساسية سنويا. توجد مزيج بين الفارينة أو الدقيق والسميد، والمنتوج هذا موجه خصيصا للخبازين، والغرض منه هو تخفيض فاتورة القمح اللين بنسبة 30%. 970 مليون دولار هي فاتورة استيراد الجزائر للقمح خلال الأشهر الخمس من السنة الجارية، وضعية تلزم المصالح المعنية النظر في هذا الاقتراح، خصوصا مع انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية. الحقيقة أنه عقلية استيراد القمح منذ مدة طويلة، وهي تستنزف أموال طائلة من الخزينة، ورغم المجهودات الجبارة اللي بذلتها الجزائر بخصوص مثلا تنويع عوامل مصادر الغذاء، وكذلك طرح مجموعة بدائل تنموية في المجال السياحي إلى آخره، لكن للأسف الشديد بقى دائما وأبدا هذه القمح مربوطة بالمواسم، حسب طبيعة الموسم، إذا كان موسم ممطر ولا غير ممطر إلى آخره. هي خطوة أخرى تضاف إلى القرارات التقشفية التي بادرت حكومة سلال ثلاثة تطبيقها لتفادي تداعيات انهيار أسعار البترول، فهل سينجح هذا الاقتراح في كبح فاتورة الواردات؟